السلام عليكم. اليوم باش نشوفو كيفاش نعملو الانستالاسيون تاع لوجيسيال جي ان اس 3. جي ان اس 3 سي تاع سيميلاتور ريزو. بون، الانستالاسيون تاع جي ان اس 3 ساهله برشا. تو سامبلومون نحلو النافيغاتور. اول حاجه لازمنا نمشيو نتيليشارجو جي ان اس 3. سي تاع لوجيسيال غراتوي. نكتبو جي ان اس 3. ماذا بينا نتيليشارجوه من السيت اوفيسيال نتاع جي ان اس 3.com. ندخلو جي ان اس 3 باش يجينا السيت. نمشيو للفري داونلود. بون، باش يطلب علينا نعملو الانسكريبسيون، او بيان اذا كان عندكم كونت تعملو اللوجين. بون، انا ديجا تيليشارجيه جي ان اس 3 باش ما نخسروش الوقت، باش ما نضيعوش الوقت. ديجا متيليشارجيه، هي الانسكريبسيون في السيت واللوجين ساهله، ماهيش صعيبه. جوست تعملو كونت وتدخلو وتعملو تيليشارجمون تاع الفيشي. دونك بعد ما تيليشارجو الفيشي نعملو دوبل كليك، نكليكو عليه، نخلو يعمل الانستالاسيون سهلة. نيكست، اي اجري، نيكست انستالي. باش يعمل الانستالاسيون لهنا باش ياخذ كلك سكوند. بون، انتم و الاورديناتور نتاعكم هنا باش يعمل الانستالاسيون. لهنا ليه باش يكمل الانستالاسيون. لهنا جي ان اس 3 كمل الانستالاسيون. الفيرسيون اللي صبيناها هي 2.2.5. نعمل فينيش. باش يتحل هنا، تتحل الباج، تقول بيان فيني. اوكي، تستنى جوست شوية يتحل جي ان اس 3. اول ما يتحل جي ان اس 3 باش يطلب منكم شنو؟ ران ابلينس ان فيرتوال ماشين. اذا كان باش نستعملو ان ماشين فيرتوال جي ان اس 3 في ام، او بيان ران ابلينس اون ماي لوكال كمبيوتر. معناها جي ان اس 3 باش نعملو اكزيكيسيون على الاورديناتور نتاعنا، او بيان على سيرفر موجود في على اورديناتور اخر، او بيان دونز اون ماشين فيرتويال، او بيان. احنا بور لو مومون باش نقولو باش نخدموه على الاورديناتور تاعنا، دونك على نوتر لوكال كمبيوتر. نيكست. هذا هي الشمع نتاع جي ان اس 3، تصب في السي بروغرام فايل جي ان اس 3 جينس 3 server.exe. لهنا الهوست بايندينغ قاعد يخدم على اللوكال هوست. البور 3080 يستعمل في البروتوكول تي سي بي بور لا كومونيكاسيون انتر لو جي ان اس 3 اي لو سيرفر. دونك نيكست. قلنا لهنا كونيكشن تو ذا لوكال جي ان اس 3 سيرفر هاز بين سكسسفول. نورمالمون الامور واضحه. Next. Okay. Finish. بون، لهنا إذا كان البوان هذه هي خضراء، دونك قاعد يخدم أمورة واضحة. جي ان اس 3 قاعد يخدم. لهنا بون، اش عنا؟ أول حاجة نمشو نصنعو ان بروجي، باغ اكزومبل تيست 1. نعمل
اوكي صناعة البروجي. بون ما لي بوتون هذوما شنو؟ لي بوتون هذوما بار اكزومبل هذه ستارت نشوفوها من بعد تعمل بوز اريتي ريلود تو نشوفوهم هذوما اش يعملوا بشوي بشوي. بون باش نحط بار اكزومبل تو باش نصنع ان بتي ريزو فيه روتر فيه اورديناتور فيه سويتش عادي. دونك نجي لهنا نكليكي على لي روتر. بون لي روتر لهنايا وقت نجي نكليك على الروتر لي روتر ما فهمش مش ماهمش موجودين لي روتر ماهمش موجودين. بون بالنسبة للجي ان اس 3 الجي ان اس 3 يخدم avec le iOS تاع السيسكو. iOS تاع السيسكو معناها سيستم ديكسبلوطاسيون تاع لي روتور تاع السيسكو. هذا ما نجمو نلقوهم سير الانترنت. اوكي نجمو تدخلوا الانترنت تعملوا ريشيرش على دي زيماج iOS تاع دي روتور. اوكي بون انا متلي شارجي كالكو فيشي سيسكو. بون كيفاش باش نزيدو ان روتور بار اكزومبل dans un dans GNS3 même chose edit préférence تحل préférence هذه pour le moment je hashti في هذا ما الكل في الليست هذه hashti iOS routers نمشي لهنا كليك على نيو باش نقول نيو. بون لهنا فما دي زيماج ديجا مخدومين خدم بهم انا ديجا قبل. إذا كان أول مرة جي ان اس روا باش يتحل كل شيء نورمالمون باش يجيكم بالطريقة هذه هكا. نمشي نعمل براوز لهنا هذوما لي زيماج الموجودين. نو بون ما حشتيش بهذوما توا على أساس ما عندي حتى إيماج. نمشي تيليشارجمون اللي هما على أساس تيليشارجيتهم لهنا هذوما لي زيماج بليتو هذوما لي فيشي iOS. par exemple نختار لهنايا الروتر هذايا 3725 نعمل اوفرير. اوكي قال would you like to decompress this iOS image. نقول yes تعمل decompression نتاع الفيشي ملي كانت point bin لهنا باش تولي point image. نعمل next لهنا جاب لي اسم الروتر C3725. اوكي لهنا ماذا بيا تو ما نكوشيهاش هذه this is an ether switch router. هذه باش نعملها في فيديو اخر كيفاش نجمو نزيدو switch و بيان ان كوميتاتور في GNS3. نعمل next. اوكي الرام نتاع الروتور لهنايا 128 نجم نزيدها. بون انايا انتم والرام نتاع الاورديناتور نتاعكم بار اكزومبل هي 128 باش نردها فوا 2 بريسك 256. اوكي نيكست لهنا لي سلوت روتور هنا باش نخليها بار ديفو هكا. نيكست لي وي لي وي هذوما سوسون لي زانترفاس سيري نتاع الروتور. نجمو نقولو الروتور نتاعنا هذايا باش يكونو فيه بار اكزومبل دو زانترفاس. بار اكزومبل لهنايا هاذي ان تي وفي الويك نقول باش نلصق دو انترفاس سيري. ما النجم نزيد واحد اخرى ما يقلقش معناها. نيكست لهنا ايدل بي سي هذه ماذا بينا نعملها. نجي نكليكي ايدل بي سي باش يعمل كالكول
le جي ان اس 3 تاع ايدل بي سي. جست نستنوا شويه. نروح لهنا يلقى الايدل بي سي، نعمل اوكي فينيش. اوكي لهنا يتزاد الروتور نتايا، نمشي نعمل ابلاي هم هذيك. اوكي نورمالمون لهنا الامور واضحة. شفنا كيفاش عملنا الانستالاسيون تاع الجي ان اس 3، شفنا كيفاش زدنا الروتور الجي ان اس 3. لهنا الروتور ولا موجود، لهنا لي روتور نتاعي موجود. لهنا عندنا هذه لي سويتش، عندنا سويتش اي تي ام، ايتر سويتش، فريم ريلي سويتش، انسيت سويت. لهنا لي البوست نتاعي، لهنا نحب نفيشي كل اي حاجه موجوده. لهنا باش نعمل بار اكزومبل الكابل اللي باش نكونكتي بي بار اكزومبل دو بوست او بيان لي روتر ولي سويتش انسي سويت. بون في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نشوفو كيفاش نصنعو ان بتي ريزو في جي ان اس 3. اي ميرسي.